حسين. فجلس الإمام الحسين ينوء برقبته وقد أضعفه نصف الدم. بهذه الحالة بهذه الكيفية لاحظ الملائكة ضجت إلى الله بكاء: يا ربنا يا إلهنا الحسين يصنع به هكذا. الله تبارك وتعالى أرى الملائكة شخص الإمام الحجة المهدي المنتظر، قال لهم: بهذا أنتقم من هؤلاء ومن أمثالهم. جبرائيل يستأذن، روح القدس يستأذن. جبرائيل يقول: يا رب أنا خادم الحسين، أنا كنت أهز مهدي الحسين بيدي، يا رب اسمح لي، أذن لي أني أنزل أظلل له عن حرارة الشمس. أي جبرائيل حبيبي، نزل جبرائيل وقف بأجنحته يظلل للحسين عن حرارة الشمس. الإمام الحسين فتح عينه ورأى جبرائيل يظلل له، قال: جبرائيل لا تظلل لي عن حرارة الشمس، اتركني في حرارة الشمس لعل الله أن يخفف عن حرارة الشمس وحرارة الموقف يوم المحشر عن شيعتنا أهل البيت. وهذا شسم. فجبرائيل امتثالا لأمر الحسين ابتعد. لكن يا جماعة يا أهل الغيرة والحمية يا أصحاب العزاء، الحسين بعدها بلحظات أحسه بظلال، بظل آخر يقف عليه يظلل عن حرارة الشمس. الآن هنا يقدر يقول لهذا صاحب الظل: لا تظلل لي. تعرفون منه الآن اللي واقف ولا ما عرفتوه؟ فتح الحسين عينه وإذا به يرى أخته زينب واقفة تظلل له. أخي زينب، بحقي عليك إلا ما رجعت، لأنها صاحت وبكت. أولا نادت: أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ يعني أبا عبد الله، أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره، الآن على رمضاء كربلاء أبو علي أبو السجاد. قال لها: أخي عودي إلى الخيمة واحفظي للعيال والأطفال حتى يسقط عنها تكليف شرعي، لأنها لو كانت موجودة عند مصرعه لقتلت أو قتلت، ما كانت تسمح للشمر أن يحز رأس الحسين، وهي التي ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين في مجلس ابن زياد وقالت: إن عزمت على قتله فاقتلني قبله. فلذلك الحسين يعرف السيدة زينب من هي. فقال لها: أخي زينب، عودي إلى الخيمة واحفظي للعيال والأطفال. رجعت وإذا النار مستعرة بالخيام، النار اشتعلت بالمخيم. لذلك رجعت مرة ثانية وقفت على التل الزينبي، رفعت صوتها: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. لما سمع صوت أخته زينب قام الحسين ووقع على وجهه، وقام مرة ثانية ووقع ثلاث مرات. هاي الخطوات بين قبر الحسين وبين المذبح، إذا شايفيها بكربلة لما تروحون، هاي الخطوات أحدثها صوت العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. وقفت على التل الحزينة بقلب مفتوت، وشبشت على الهامة بديها وصاحت بصوت: يا حسين دقعد حرقة والعدوان البيوت. الآن يبقى أبو عبد الله الحسين بهذه الحالة. عمر بن سعد قال: ويحكم، دونكم الرجل، لا تتركوه، أريحوه. أقبلت الحوراء زينب فقالت: ويحك يا عمر ابن سعد، أتنظر وأبو عبد الله يجود بنفسه؟ فصرف بوجهه عنها ودموعه تجري على خده ولحيته، ورجعت، لأن الحسين طلب منها أن ترجع حتى تحفظ العائلة والأطفال. لكن بهالحال وإذا جواد الإمام الحسين، الإمام الحسين على ظهر جواده، هذه أول مرة أذكرها، خاطب الجواد قال: يا جواد أنا ما عندي طاقة بعد أقوم على ظهرك، أريد أن أنزل أقع على الأرض. فالجواد هكذا أمال نفسه حتى سقط الحسين على التراب على جنبه الأيمن. الجواد، عمر بن سعد قال: دونكم الجواد، فإنه من خير خيار رسول الله، من خير خيل النبي.
فأحاطوا به فصار يرمح برجليه وقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم رجع ابن سعد قال دعوه لننظر ماذا يصنع. لما أمن الجواد الطلب أقبل إلى الحسين يمرغ ناصيته بدمه، وأقبل إلى الخيام يصهل صهيلا عاليا. يقول أبو جعفر الباقر كان الجواد يقول في صهيله: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فخرجنا ربات الخدور، وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل قعدين يم ابو اليمة ينحبن ينحبن. انت وياهم وياهم انحبا قعدين يم ابو اليمة ينحبين، وسكنة تعدد الهن وهن يبجن، الرباب تصيح بالله حيل الاطمئن، وانتنعي يا سكنة لا تفترين، يا سكنة ساعدي عمتك على النوح تراه طايحة يا براس الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم. وإذا سنان ابن أنس، وإذا سنان النخعي لعنة الله عليه، ومعه شمر ابن ذي الجوشن وخول ابن يزيد الأصبحي، أحاطوا بالإمام الحسين وصاروا يضربونه، وجاءته السهام من كل مكان. أيوا إماماه وحسيناه ومظلوماه. فجلس الشمر على صدره وقبض على شيبته المقدسة وضربه بالسيف 12 ضربة. أيوا إماما، واحتز رأسه المقدس. رحم الله من نادى وإماما وحسينا ومظلوم.